حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين او ثلاثه وكان الرجل يمر معه بجعبه من النبل فيقول انثرها لابي طلحه قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانه في افواه القوم ولقد وقع السيف من يدي ابي طلحه اما مرتين واما ثلاثا